السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس، ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم غادي ندير معكم واحد الكاطو او واحد الكيكه ديال العشاق، ناس عشاق القهوه او النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان. في واحد البول او زلافه كنديروا واحد الياغورت 125 غرام مع واحد نص كاس ديال الحليب، وكنديروا واحد جوج معالق ديال القهوه سريعة الذوبان، معلقة صغيرة يعني ملعقة صغيرة، أو يعني اللي ما كيبغيش نسمة كثيرة، اللي كيبغي نسمة كثيرة يقدر يدير حتى 4 معالق صغار، يعني جوج كبار. هذا هو الياوغت اللي درته يعني بلا سكر، ونص كاس حليب، الكاس ديال العنبة يعني، وهذه هي القهوة سريعة الذوبان. بعد كنخلطهم مزيان يعني حتى كينسجموا مع بعضياتهم. في واحد البول اخر غادي نديرو 3 ديال البيضات، واحد القبصه ديال الملح ضروري، واحد معلقه كبيره ديال الخل، وكنحركوهم مزيان، كنضربوهم مزيان بالضرب اليدوي. انا هاد المره ما بغيتش نستعمل لا الضرب الكهربائي ولا الروبو، يعني غنديروها غير بالضرب اليدوي. وكاس ديال السكر يعني ما يعادل 160 غرام، واللي كيبغيها حلوه اكثر يقدر يزيد حتى 200 غرام ديال السكر. نضربوها مزيان، وكنزيد انا السكر يعني شويه بشويه، كميه صغيره باش كيتضرب مزيان، سورتو ان السنيده كتكون شويه غليظه بعض الاحيان، فنحاولوا نذوبوها مع داك البيض، ونضربوها مزيان يعني تقريبا كتاخذ شي 3 4 حتى 5 دقائق. وبالنسبه عندنا واحد الخليط ما بين الشوكولات البيض، شوكولا بيضاء بلون، والزبده والكريمه السائله، كنديروا 50 غرام من كل مكون، يعني 50 غرام ديال الشوكولات كندوبوها مع 50 غرام ديال الزبده، وكنزيدوا لها 50 غرام ديال الكريمه السائله، وكنخلطوها مزيان. بعد كنزيدوا هذا الخليط وكندربوا مزيان، وحنا دائما كنزيدوا هاد المكونات وحنا كنضربوا. من بعد كنزيدوا داك الخليط اللي كنا درناه في الاول ما بين الياغورت مع الحليب مع النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، وكنضربوا داكشي كله مزيان. بالنسبه للنواشف عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، وكنزيدوا له 15 غرام ديال الخميره ديال بيكن باودر ديال الحلويات، وكنغربلوها ضروري تغربل الدقيق. ومهم هذا الكاس الاول، كنزيد الكاس الاول وكندخلو مزيان في داك الخليط، وكنزيد الكاس الثاني، ومن بعد كنزيد نص كاس، يعني 250، كل كاس فيه 100 غرام. كنزيدو كميه بكميه وكندخلوها مزيان داك الخليط باش ما كيتكونناش دوك الحبيبات اللي كيكونوا. وفي هذه المرحله كنكونوا سخنا الفران ديالنا على 180 درجه الا كان فرن كهربائي. وبالنسبه للمول كناخذوا المول يعني اي مول عندكم متوفر، كندهنوه بالزبده وكنديروا له الدقيق، والا كان متوفر حتى داك الورق ديال الزبده كان حتى هو كنديروه في، انا درت غير ما درتش الجوانب، درته غير في القعر ديال المول، والجوانب درت غير الزبده والدقيق. كنهزو يدينا كاع الفوق وتنهبطو الخليط، ومن بعد كنبقاو نضربوه باش كنحيدو دوك لي بولدار ولا دوك الفقاعات. من بعد كندخلوه للفرن على درجة 180 درجة من 40 دقيقة حتى 45 دقيقة على حسب الفرن اللي عندكم. وفي كل الأحوال يعني ملي كتفوت نص ساعة كيمكن لك تحلي عليه وكتجربي بالكوردون، كتشوفي الا كان خرج لك الكوردون ناشف يعني راه صافي طاب. هنايا تقطع لي المونتاج، تقطع لي الفيديو. المهم قطعتها على جوج ديال يعني ديال الطرفه،
او دو مورسو ديال هذا الكيك هذا، خليته حتى برد، سقيته غير بالحليب، ما بغيتش نزيد له السكر بزاف. الا بغيتو ديروه بالسيرو كي حتى كيجي زوين، انا ما بغيتش حلاوه بزاف. وبالنسبه لهاد الكريمه هذه بالشوكولات الاسود مع شويه الزبده مع شويه ديال لا كريم ليكيد اللي في 30 30 يعني 30% ديال ماتيغ غراس. من بعد صافي كديريها عليها كتملسيها. هاد الشيء اختيار، يعني اي حد عنده اي كريمه متوفره، اي حاجه باغي يديرها، اي نوع. انا كانت عندي شوكولا نوار درتها، ومن بعد خليتها حتى نشفت شويه وزينتها، يعني بتزيين بسيط. كانوا ولاد اختي كانوا باغيين هيلو كيتي، كانوا شافوني درت هيلو كيتي لديك السيده، فقالوا حتى حنا دايرين هيلو كيتي. انا بصراحه يعني درت لهم حاجه بسيطه غير باش نفرحهم وصافي. درت لهم 4 ديال الهيلو كيتيات صغيورين، ودرت يعني 3 ديال الرموز ديال الاسماء، كوثر، هاجر، يوسف، وزوقتها بالنجيمات وقليبات صغيورين. بالصحه والراحه، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، وتعملوا لي لايك وتخليوا لي تعليق، وغادي نخليكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.